نجديات بتوع نكد؟ لا الموضوع مش علاقه بالاردنيه. دي مبسوطه. ايوه انا كوبرا. سافر بره مصر، مبسوط قوي قوي ان انا اول مره اقف قدام جمهوري بقى قدامكم. انتوا سامعيني حاسس ان انا وقور قوي عندي مشاكل كتيره جدا مع الخوف الامانه. تخيلوا ورقه وقلم وانتوا داخلين تعملوا بيهم ايه؟ برافو عليكم، سقفوا لنفسكم. ايه ده؟ انتوا عارفين؟ لا نمشي. طيب انا عاوز كل واحد منكم يكتب اسمه في الورقه ويكتب ايه اكتر حاجه هو بيخاف منها او اغرب حاجه هو بيخاف منها. طب جاهزين يا جماعه؟ سقفوا لنفسكم بقى عشان انتوا كتبتوا كده ونسخن. حبيبي حبيبي من ايد ما نمسكهاش حبيبي. حط ما يهمكش. يلا بينا. اول ورقه، اول قطع الورقه، وزعت الورقه عشان ما يكون لبس قبل الممزوع. المهم بخاف من عمتي الكبيره مرات حنين العسل. يعني انت ما كتبتيش اسمك وقلت اسم العيله كلهم؟ مين قلبي الممزوع؟ تعالوا نتفق حاجه عشان انا ما بشوفش بجد في الحقيقه، فاي حد ورقته تطلع ينور بالكشافه عشان يروح له المايك. فين بقى صاحبه القلب الممزوع؟ اهي بتقلب نور جايه من ورا بعد الدائري. ادوها مايك اهي يا جماعه. انا خايف يطلع اهو في الاخر. انت هو ولا اهي؟ اهي. ايه ده؟ شامبو بلسم ميكس. اوكي مزعت الورقه عشان ما يكون بس قلبي الممزوع. يا الله على الحزن، انا لسه قايم دلوقتي. معلش واكل مسخن سايح على المخ، انا اسف. هو حنين العسل ده اسمك؟ انا عسل. ايه ده ايه ده؟ تكتروا عليا، الصوت ده طالع منين؟ ايوه. الحمد لله. انت بتخافي من عمتك؟ بخاف من عمتي الكبيره، مش اي عم. ليه بتخافي منها؟ ليه؟ انا خفت، انا شكلي بدات اخاف. عشان احيي مرات. بعدين انا مو كاتبه مرات، انا كاتبه مرات. عمتي الكبيره مرات؟ اصل احنا في مصر دي تكمله جمله، يعني عمتي الكبيره مرات عمي الاقرع ده. ايوه مرات دي يعني كتير. انتوا هتدوني كورس؟ طب بصوا احنا النهارده هنتكلم اللهجه الاردني، بكره الحفله ان شاء الله. بتخافي من عمتك ليه يا حنين؟ عشان احيي مرات. انا مش فاهم بقى. حي تعبان تعبان افعى. عمتك افعى مجلجله مرات. وابوكي فين؟ هي افعى وهو مكمل حياته كاسد عادي؟ ما هو معمي على قلبه، معمي على قلبه. بتشتمه كده ولا ده؟ معمي على قلبه. يخرب بيتك تقبرني عيونك. ايوه عمتي هيا بتحضرك. هيا مين؟ لا يا نهار ايه، استفسارك على نفس الرقم. اسمعني، هو انا الصوت ليه طالع في ودني بس؟ انا خايف جدا. انت روح شريره؟ انا هي عمتي كمان، فانا طالعه لها كمان. هي موجوده معانا؟ ايه طنط، انا اسف. ايه ده؟ لا عادي، احنا عيله بنحب المزح. انت عمتها؟ هو انا الحاجات دي بتظهر بس انا بس اللي سامع ولا انتوا سامعين هم بيقولوا ايه؟ يا ستي، ست التانية اللي
يعني مين معايا دلوقتي؟ لا انا 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 حنين العسل. انت حنين العسل. فعسل. فين عمتك حي المرات؟ لا مش جنبي هي، بس انا عم تحضرك، هيها موجوده عم تحكي. دي مبسوطه. ايوه انا كوبرا. حتى كتب كلاونز. اسمك ايه؟ طب انت هتخش النار اصلا. سلمى كاتبها 12 حرف، كاتبها لي بالرقعه. سلمى اهي، سلمى اهي يا ابني. لا لا دي او دي 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 سمر. لا كتبت لك اياها بالعربي بالانجليزي. لا يبقى مش انت، اسحب منها المايك. انت اللي بتقلب نور. انت اسمك ايه ولا اسمك ايه؟ سابي. سابي اسم سابي. اه ادوها مايك ده الحفله، هطلع منها على القصر العيني. اسمك سابي؟ سابي يعني ايه؟ هل ولد ايه؟ اسال الوالده، ماليش دخل. هو ليه كل حد اكلمه يجيب لي عيلته؟ لا انت بتتريق على اسمي. ماما هو ده. انا مش مغلطتش. اسم يعني ايه اسمك؟ يعني تسبي العقول والقلوب بتصرفها. تسبي العقول والقلوب. سابي يعني تسبي القلوب والعقول. يس يس. مخدرات. هي من سبا يسبي. اسم متداول، هي من الدوله العثمانيه. حضرتك كبرت الموضوع. اديها دي بتتكلم في كلاونز وبتاع. الدولة العثمانية مين؟ اديها. بتخافي من الكلاونز؟ اه. بتشوفيهم فين؟ بالأحلام يعني. بتحلمي بكلاونز؟ خيالك مريض جدا. ايوه. انت بتحلمي بيهم بس؟ لا مرة حلمت فيهم وصرت أخاف يعني من وقتها. ابقي استعيذي قبل ما تنامي. ما بتخافيش من حاجه تانية غير الكلاونز؟ يعني هم اكتر اشي. ايه تاني اكتر اشي؟ ممكن حوادث السيارات. دي ما بتخافش منها، دي بنموت فيها. طيب تعالوا نشوف حد تاني. يلا احمد فيصل. أنا متجوز كفاية. أحمد يا فيصل اللي مسخس اللي بتضحك دي المدام. دمرت حياته، جننته والله. لازم نتكلم على الخوف. أنا متجوز، بلغ أي حد من عندي يجي يستلمني. ما تقراش الورقة، بلغ. ما أنا كاتب لك في الرقم، كاتب لك رقم بالسري، رقم سري. كاتب لي سري خلاص مش هقوله. انت بتخاف من الجواز؟ لا انا متجوز ومتدبس خلاص. ده فقد الاحاسيس. خوف ايه وعبط؟ انا متجوز بقول لك. الخوف ده رفاهيه. متجوز يعني. حضرتك متجوز بقالك كام سنه؟ 17 سنه. ده دفعتك لواء دلوقتي؟ طبعا. والله العظيم الجيل بتاعنا 3 سنين وبيطلق او يقتل على طول. بس عندي ضغط وكوليسترول الحمد لله. انا اتخيل عندي ضغط وكوليسترول وانا مش متجوز. انا رحت عملت تحاليل عشان بطني كانت وجعاني، فدكتور الاشعه خدني على جنب قال لي بعد ما شاف الاشعه والتحاليل، قال لي عاوزين نقول للحاج ياخد باله من صحته. قلت له حاج ايه ده انا؟ قال لي يا نهار اسود، ده انت عندك حته دهنه قد كده على الكبد، كوليسترول مش. طب ماشي. لا الحمد لله كله تمام. انت كويس؟ الحمد لله. في حد مهددك ممضيك على حاجه بتاع؟ واحنا هنا هنعرف نداري عليك. لا هي مربطاني بقى ما تخافش. انت بتضحكي على ايه حضرتك؟ الراجل بيستنجد، ده طالع بيقول بيطلع بيتكلم في مسارح مش عارف يعمل ايه، عمال اتصور. ايوه بس انا اروح للقاضي. زيد. فين زيد؟ او زيد تقولوا زيد ولا زيد؟ زيد. انت كاتب ايه معلش؟ بس هو كتب حاجه وبعد كده فقد شغفه، يعني كتب بخاف اخسرها. احا مش عارف ايه، ما فهمتش. انت بتشتمني يا بيه؟ والله انا بجد انا اسف يعني، بس هو قال كده والله.
ونعم شطابها ما كانش برضو صح اقولها. يا ابني قول حاجه من اللي ربنا كتبها علينا. غيرتها انت كاتب ايه بقى دي الاخر شيء تحت؟ مش عارف تقراها. لا عارف وبقى ابرك عارف وبشوف بتكتب ولا لا. اتصال البصل. بتخاف البصل؟ انا بخاف البصل. ليه بتخاف البصل ليه؟ بعرفش. انا بصراحه بخاف من الباميه. بتخاف تاكله ولا بتخاف تشوفه؟ نفس مشكلتك مع الباميه. طب على فكره انت عارف اللي الموضوع نادي كاريه الزيتون الاسود. طب جربت التلج؟ لا. طب بتاكله؟ لا. تمام. طب ما انت خلاص عايز ايه؟ عايز ايه مني؟ انت اللي طلبه. حضرتك اللي بتصل. انت اللي بعت ورقه. انا واقف على المسرح لا بيولع. انتوا هنا في ايه؟ جايبين شيشه؟ لا طلع يرقص بقى يدين جسمه زيت وينزل يشقلب. ايه لك شو عبد الله حنون ده صوته؟ هو انت اللي عملت كده؟ قال يا ريتني ما جبتها معايا. عبد الله بيخاف من الاتش ار الداخليه. الاتش ار خلينا في الشغل، جايين نتكلم في التخرج، جايين نتكلم في الشغل. ازيك عامل ايه؟ تمام. بتخاف من الاتش ار؟ انت بتشتغل ايه؟ اتوقع الكل بيخاف من الاتش ار. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل مندوب مبيعات. في نبره حزن. ما عنديش هزار، ما انا مش عارف اعمل ايه والله العظيم. عمال ادور في اي حاجه في اي ديبارتمنت تاني مش لاقي. بس الاتش ار بحس ان هم. طب حد هنا بيشتغل اتش ار؟ لا. انت حضرتك انت مديرتهم؟ انت التور ليدر بتاعت الفوق؟ لا 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 معناش اتش ار. ما هم متعاقبين اتش ار ما جبناهمش. اسمك ايه انت؟ انت عامل مشاكل ليه يا صالح؟ انا مش عامل مشاكل، بس مش عارف ليش بخافوا من اتش ار اصلا. رد عليه بقى. بص بقى تعالوا اضربوا بعض كده. يا عم اتش ار ايه؟ اتش ار ايه اللي بتخافوا منه؟ انا في كلب تحت البيت بقى كل يوم اعمل معانا وهو ميتنج عشان يقدر يطلع البيت. اتش ار ايه؟ صاحبي بيخاف يتزوج اردنيه، مديري بخاف مني لما امسك مشروع. تعال نتكلم على صاحبك. اكتب اسمك. ده اعترف معاه القلم. انت كنت معاه؟ ايوه انا نموذج حقير. أيوة. اسمك ايه معلش؟ خالد. ازيك يا خالد؟ صاحبك بيخاف يتجوز اردنيه. نعم. معاك صاحبك؟ لا. بيشوف عروسه؟ لا. حاولت اقنعه بصراحه. طب ليه بيخاف يتجوز اردنيه؟ بيقول نكديات. نكديات؟ بتوع نكد؟ لا الموضوع مش علاقه بالاردنيه. لان في رجاله نكديه برضه. بحاول اقنع مش راضي اقتنع. اوعى تسقف انت، اوعى تسقف انت بقى يا زيطة، انت هتروح لوحدك. ايه 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 انا كنت بنفض والله كنت. لا والله في رجاله نكديه فعلا، ملهاش علاقه يعني، ملهاش علاقه بالاردنيات او مصريات او كده. بلغوا كلامي. عبد الرحمن بيخاف من مطبات الهواء. عبد الرحمن طيار بتاعنا. فين هو؟ بتخاف من مطبات. انت شغال ايه؟ مهندس ميكانيكا. وبتخاف من مطبات الهواء وانت مسافر يعني؟ طيب. احكي لي انا خاربها سفر، قول لي ايه اللي بيخوفك. لا مفيش. لما كنت هو ايه اللي بيحصل بقى في مطبات الهواء دي عشان بشوفها في الافلام؟ احنا عندنا مطبات هواء عندنا احنا على الدائري عادي. فجأة سبحان الذي سخر لنا. فنفسك بتسأل وخلاص خلصت.